كابتن اسامه، فوز مهم طبعا للنادي الاهلي، ولكن كنا نتمنى افضل من كده. مفيش شك، احنا زي ما قلنا بين الشوطين وقبل اللقاء انت عايز تكسب بنتيجه جيده وما تستقبلش هدف. يعني 1-0 افضل من 2-1، 2-0 طبعا افضل. لكن في النهايه انت كسبت، فمبروك انك انت كسبت. أي. زي ما علاء قال، ممكن كنت تتعاقب في الاخر بالكره الاخيره اللي ضيعها الشناوي، صدها في الدقيقه 90 او في الدقيقه 90 دقيقه 93 في الوقت بدل الضايع، ثالثه من الوقت او الرابعه من الوقت الضايع. من اسهل المباريات اللي جت للنادي الاهلي في تاريخه الافريقي، ويمكن كمان اسهل من مباريات لعبناها هنا في الدوري العام. صح، مفيش فرقه لو ترجع كده للماتشات الافريقيه اللي فاتت او في الدوري حتى، مفيش فرقه رحنا عليها بكم هذه الفرص السهله والارتباك اللي عندهم في خط الظهر، لدرجه ان الراجل قلت لك غير طريقته من 3-4-3 او 5-4-1 ل 4-3-3 لما نزل فابريس نجومه مكان الياس الحداد بعد الهدف الثاني، لانه لقى ان الثلاثه الارتباكات اللي بيلعبهم في لخبطه غير طبيعيه، فزود واحد في نص الملعب. قال لك ما كده كده بقى الناس بتوصل للجون، ومع ذلك برضو الشوط الثاني انت بتوصل للجون بسهوله جدا جدا، ولكن لم تستغل الفرص اللي جات لك. ليه؟ لم شويه رعونه، شويه بعض الانانيه في بعض الكور لما نشوفها من بعض الناس، كانت ممكن تلعبها بسهوله بتزود في الترقيص، شويه استعجال ورعونه زي ما قلت لك، وبالذات في ال 25 او ال 20 دقيقه الاخيره ابتدت في استعجال، انك انت 2-1 وعايز تجيب الكره بسرعه، وعصبيه في نهايه الهجمه، مش فاهمين عصبيه في نهاية، بالرغم ان انت متفوق عليهم حتى في الزياده العدديه. مظبوط، انت متعصب، فانت الماتش مشيلك بشكل حلو قوي، سيناريو ما فيش اكبر من كده، حلو جدا. دقيقه جون في الدقيقه 11، جون في الدقيقه 23، طرد في الدقيقه 60 او 59، كل الامور كانت ماشيه، كل الامور كانت ماشيه سهل جدا 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 انك تعمل سكور وتنهي الماتش من هنا. يعني احنا يمكن قبل اللقاء كنا بنقول الماتش مش هينتهي الا غير في المغرب، لكن باحداث الشوطين اللي احنا شفناهم كان ممكن الماتش ينتهي هنا، كان ممكن ينتهي 3-4 وتخلص، وهناك يبقى الماتش مش هنقول نزهه، ولكن كان هيبقى سهل جدا. برضو في علامات استفهام. اول حاجه، لماذا خرج ديانج؟ ديانج افضل لاعب في النادي الاهلي الشوط الاولاني، افضل لاعب في النادي الاهلي الشوط الاولاني، كميات جري غير عاديه، قطع كوره، تسليم وتسلم، زياده عدديه لقدام، عامل حركه غير عاديه. دي هنتكلم عليها لما نتكلم في النواحي الفنيه. ماشي، ما هو دي يعني هو في تاثير يعني. ما هو انا بتكلم، ما انا كابتن شريف انا معاه، وعلاء قال برضو نفس الشيء. طب ليه ديانج؟ ليه افضل لاعب في الشوط الاولاني يطلع؟ ماشي. الحاجه الثانيه برضو نفس الشيء، لماذا خرج محمد شريف؟ محمد شريف كنا بنلعب تقريبا براسين حربه، بيرسيتاو لما كان شريف موجود، حتى لو شريف مش احسن حالاته، بيرسيتاو كان هربان على طول سهل. كل شويه انفراد، مشغولين بشريف، كل شويه انفراد، حتى الجون الثاني بيرسيتاو راح هربان، اتلعبت شريف السرد باك وقع معاه، راح حسين شحاته جاي من وراه وحطها. انت خرجنا شريف في وقت هم 10 واحنا محتاجين فيرويد تاني بالظبط، ولعب بيرسيتاو لوحده داخل ال 18، فبقت رغم ان جات له فرص برضه، بس بقت العمليه الحركه ضيقه عليه، صعب عليه. طيب شريف خرج، طب لماذا لم ما نزلش حسام حسن؟ وخاصه ان في نقص عددي، يعني في نقص عددي وهم ما بيوصلوش للجنة، يعني هم بيحاولوا يخلصوا الهجمه بسرعه لان هم 10 وكده. فهي في اخطاء كتيره حصلت في اهدار فرص، في بعض التغييرات اللي حصلت زي ديانج وشريف، حتى على فكره حسين الشحات جاب جون وعنده خطوره وهدوء من اكتر الناس داخل ال 18، عنده هدوء ان بيرقص ويقف وممكن يحطها لك، حتى كره ضربه الجزاء الثانيه وقف وهدي عليها وراح حاططها في الزاويه الفاضيه، الراجل عملها بايده واتطرد. مظبوط، كان في ناس تخرج قبل حسين الشحات، يعني في ناس كانت تخرج قبل حسين الشحات. فانا شايف برضو ان التغييرات النهارده بالنسبه لديانج وشريف وحسين الشحات ما كناش موفقين فيها، مع اهدار الفرص السهله
مع العصبيه والرعونه اللي حصلت في نهايه اللقاء عشان نجيب جون، ولكن انت لعبت شوط ولسه في شوط هناك، وياما عملنا نتائج اسهل من دي كمان، يعني قصدي اصعب من دي. كنا بنتعادل هنا ونروح نكسب هناك. مع الترجي. اه مظبوط. 2-2 من الترجي هنا. والصفاقسي. وكسبنا هناك في النهائي. والوداد المغربي متعادلين هنا ورحنا كسبناهم هناك 1-0 بجون رامي ربيعه، واول كتير يعني حصلت كتير. فهو الموضوع بس ان الماتش اتصعب، كان ماتش سهل واتصعب، لكن انت النادي الاهلي، انت بطولتين افريقيا الاخرانيين، انت رقم واحد، انت عندك لعيبه كتير، فسهل جدا تجيب فيهم اجوان هناك، زي ما سهل النتيجه بالنسبه، مش سهل بقت النتيجه بالنسبه لهم 1-0 قريبه، لكن انت برضو سهل قوي تكسب هناك او تتعادل او تجيب 1-1 او يعني تسهل تجيب اهداف يعني. فالامور الحمد لله برضو انك انت طلعت كسبان وعندك ماتش ان شاء الله تفكر فيه بتركيز وهدوء، وان شاء الله تقدر تتخطى العقبه دي باذن الله ربنا.